ازاي بيحصل الانزلاق الغضروفي؟ كمان عايز اعرف من حضرتك طرق علاج الانزلاق الغضروفي بالتدخلات المحدوده بعيدا بقى عن الجراحه. طيب هو سؤالك جميل جدا، متميز في ان حضرتك عايزه تاخدي المريض من قبل ما يكون مريض اصلا. صحيح. طيب احنا ايه هو الغضروف؟ الغضروف عباره عن ماده جيلاتينيه ما بين عظمتين. تمام. ده كده مثلا العمود الفقري. العمود الفقري. دي فقره عباره عن عظمه ودي فقره ودي فقره، اللي ما بينهم ده الماده الجيلاتينيه. فلما بيحصل ان الضغط العظمتين دول يضغطوا جامد على بعض، هتبدا الماده اللي هنا لازم تخرج هيحصل من لها مكانها، تخرج بره. تفضل تتحمل ضغط لغايه درجه معينه وبعدين تخرج بالشكل ده. المشكله انها هتقابل العصب زي ما هو ده. صحيح. لو قابلته في طريقه هيبدا يحصل الالم بتاعنا. العيان يجي يقول الام في ظهري والام بتسمع في رجليا الاثنين. صحيح. هنا فبنقول للعيان ايه اللي يخليك الضغط ده يزيد على الغضروف جامد جدا؟ ان حضرتك لما تيجي تميل وتشيل حاجه تقيله، او حضرتك وزنك تقيل، لو ميلت كده لما تيجي ترفع نفسك انت شايل كل وزنك وجاي قايله. حملت على الفقر. حملت على الغضروف. كل ما حضرتك تكون كبير شويه في السن، خلي بالك الغضروف بقى أضعف. صغير في السن برضو في الشباب في مشكلة إن المادة الجيلاتينية دي كبيرة وسهلة الانزلاق والتحرك. فلما يشيل تقيل وهو مش متمرن كويس ومقوي عضلات ظهره، تبص تلاقيه عمال يحمل 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 لغاية ما يضطر الغضروف يخرج من المكينة. المشكلة بقى بيخرج يروح على فين؟ يضغط على العصب اللي نازل من الرجل، عصب واحد ولا عصبين. يبدا يضغط من النص، يبدا يضغط من الاطراف. هنا تبدا تحصل المشاكل اللي العيان يبدا يقول عليها. عشان كده بنقول له حافظ على نفسك قبل ما تكون عيان. طيب لو حصلت المشكله دي، السؤال بقى اللي حضرتك سالتيه التاني اللي هو ازاي بيتعالج بقى بالتدخلات المحدوده؟ التدخلات المحدوده دلوقتي تقريبا بدات تحدد طريقه الجراحه بشكل جامد جدا. بحيث ان احنا هنقول ان 10% من العيانين يعملوا جراحه وبقيه 90% ممكن يعملوا تدخلات محدوده. طب ايه يعني ايه التقنيه؟ في عندنا تقنيه زي التردد الحراري، تقنيه زي الليزر، تقنيه زي شفط الغضروف، تقنيه زي المنظار الجراحي، تقنيه زي تثبيت الفقرات عبر الجلد اللي هي من غير فتح جراحي. الحاجات دي كلها بتتم. ده فيديو بيوضح معانا عمليه شفط الغضروف. تمام. ده جهاز شفط الغضروف. ده احنا بنفتحه اهو. بيبقى جهاز لكل عيان. زي ما حضرتك شايف كده. عشان نضمن التعقيم الكامل. صحيح. حتى جميل. زي ما بيقولوا كده بايه بتفكه. هنا بيدوبك بدانا ندخل ابرتنا وفي الدخله بتاعتنا تحت جهاز اشعه بالمنظر ده. احنا مش بنبص على ظهر العيان، احنا بنبص اكتر على جهاز الاشعه زي ما حضرتك شايف. تمام. يبين اوضح. لا مش بيبين، انا مش هدخل وانا مش شايف. صح. فهتشوف ايه؟ هشوف على سكرين قصادي زي ما انا بشرح كده على الفيديو. طبعا. فهبدا بدا يشفط الجهاز وبدا يشغل. هتشوفي بقى معانا شايفه وهو نازل الغضروف الحتت منه سايله ازاي. شايفه بقت نازله ازاي على الابره بتاعت الجهاز الشفط. تمام. وفي اخر العمليه كمان هنلاقي الحتت الناشفه بتاعت الغضروف بنطلعها على شاشه للمريض. فكده قدرنا ان احنا ندخل نشيل الجزء الخارج من مكانه وبدون ما نقعد نفتح جراحه. حتتي فتفتناها فتفتت فتفتت وبدا يحصل عمليه سكشن او عمليه شفط للجزء المتفتت ده. بدل من الاول كنا نضطر نفتح وناخد الحته على بعضها، لا بقى احنا اللي بندخله بحاجه صغيره تفتته وبعدين تشفطه وتطلعه بره. ليه الكلام ده؟ علشان ما اضطرش ان انا افتح فتحه كبيره واثر على عضلاته واثر على الاربطه واثر على الفقرات عشان اشيل حته الغضروف بتاعتي.